مساء الخير، برحب بيكم معانا وحلقة جديدة. وكل يوم نهاية أول يوم من أيام انتخابات رئاسة الجمهورية، تاني استحقاقاتنا في خارطة الطريق التي وضعت في 30 يونيو. شعب في فرحة كبيرة جدا، وأيضا تحمل مسؤولية القرار، مسؤولية الاختيار. بنزول النهاردة رصدت كاميرات التلفزيون سواء كانت المصرية أو العربية أو حتى العالمية، وكالات الأنباء أيضا، مدى ازدحام اللجان الانتخابية في كل محافظات مصر، مدى إقبال الناخبين على الوقوف في طوابير لمدة ساعات في منذ الحقيقة مش بقى بداية اليوم اللي هو أو بداية اليوم الانتخابي الساعة 9 صباحا، لا، رصدت الكاميرات الناخبين منذ الساعة 7 صباحا. عن سير العملية الانتخابية ورصد الإعلام بيها، وأيضا المنظمات الدولية اللي حضرت من أجل هنقول المراقبة، أو مش يعني مراقبة سير العملية الانتخابية، زي الاتحاد الإفريقي، زي الاتحاد الأوروبي وغيرها من المنظمات الدولية اللي حضرت اليوم. هنرصد كل هذا مع ضيفتنا في الاستوديو الدكتورة أسماء البيوشي، الأستاذ بكلية إعلام جامعة المنصورة. أهلا بحضرتك معانا. أهلا بيك يا فندم، وأنا أحب أهني الشعب المصري كله على المرحلة الجديدة الجميلة والحلم اللي كلنا حلمنا بيه، المرحلة اللي كلها أمل وحياة، المرحلة اللي احنا بنحس فيها ان احنا بيتولد معانا أمل جديد. النهاردة يوم غير أي يوم عادي في حياة أي مواطن مصري. النهاردة اليوم اللي بيحقق الصوت الحقيقي للمواطن المصري بالحرية والأمل والإرادة. النهاردة مرحلة جديدة بكل معالمها الجميلة والمتفائلة، مرحلة بتؤدي إلى تحقيق مطالب وأحلام وأمال وطموحات ثورة 25 يناير. مبروك لكل مصر، إن شاء الله هنحقق حلمنا وهتبقى مصر قد الدنيا كلها ان شاء الله يا دكتورة. وافتتاح جميل. والنهاردة الناس كانت واقفة امام لجان الانتخاب، مش هقولك بقى من الساعة 8 لا من 7 الصبح، مصر كلها شباب وكبار السن واقفين امام اللجان وقاعدين مستنيين ان اللجان تفتح في موعدها المقرر 9 صباحا. كيف رصدتي هذا المشهد؟ اولا المشهد ده مش غريب على الشعب المصري اطلاقا. مصر كلها ما نامتش من امبارح، يمكن ما نامتش من 30 يونيو، لان هي مستنيه اليوم ده علشان تحقق فيه ارادتها. كاميرات العالميه والمصريه والعربيه لما رصدت كيف يكون الاعلام المصري الحقيقي واقفا جنبا لجنب مع اراده الشعب المصري، كيف يكون الحقيقه المطلقه بلا اي تزييف، بلا اي اراء، بلا اي واقع ربما تكون هذه الاراده الحقيقيه التي بالفعل ترصدها الكاميرات، ربما هي أقل بكثير جدا من الحقيقة. لأن الحقيقة لدى الشعب المصري أن هذه حياة ومستقبله وأماله وطموحاته. كاميرات الإعلام لما رصدت بداية الإقبال وازدحام ولحظة بلحظة وزيادة توفر الأعداد، ده معناه أن الكاميرات التي تصدق بالفعل، التي لا تستطيع أن تزيف الحقائق، بعيدا بقى عن كل الآراء وبعيدا عن أي اختلافات أو أيديولوجيات متباينة أو متباعدة، لكن الحقيقة أن الكاميرات رصدت واقع يحياه الشعب المصري ربما لم ينتظر الكثير لكي تبدأ المقر الانتخابية موعدها الحقيقي لكي تفتح. ده معناه أن إحنا في كل لحظة بندلل على حقيقة أساسية مفادها أن الشعب المصري لا يحتاج للحظة ليدلي بها برأيه، ولكنه اللحظة هي التي تحتاج الشعب المصري لكي يكون هناك مرحلة جديدة وفارقة معه. ما أروع أن يكون هذا التلاحم على أرض مصر، وما أجمل أن يكون بالفعل هذا التلاحم بين كل الطبقات، ليس طبقة محددة ربما يصل إليها الإعلام، طبقات متعلمة أو طبقات متميزة أو طبقات مثقفة، ولكن الأروع هو أن تكون كبار السن ويكون الأطفال ما أروع متابعين بشكل رائع. كبير تأثير الإعلام في الأطفال أكيد أكبر من تأثيره في الكبار، يمكن الكبار عندهم وسائل متعددة للمعرفة، لكن الأطفال بياخدوا فعلا تأثير الإعلام عليه قوي جدا. لأن مسألة وجود الوعي ده معناه أنه يخترق المعلومة من أبعد طريق، وبالفعل لما بيبقى فيه أكتر من رافض للمعلومة بيكون فيه الوعي الحقيقي في المرحلة دي. ولأن مصر أكبر من أي إعلام ومصر أكبر من أي وعي، فهي مش محتاجة أصلا لأي تزييف من أي نوع ولا أي توجيه. بالفعل الإعلام ممكن يكون انعكاس لرؤية وإرادة المجتمع وليس العكس. طيب انقليني لحالة الفرحة والبهجة اللي عاشتها مصر النهاردة من خلال ما حدث أمام اللجان. عادة في أي بلاد العالم، في أي انتخابات خاصة بيهم، بيقف المواطن أي مكان جنسيته في الطوابير بشكل هادئ لمجرد المشاركة. مصر المصريين بيعملوها فرح،
لان هي في موسيقى واغاني وطنيه وزغاريط، واللي بيدينوا بعض السيدات انه بيزغرطوا وبيرقصوا، لا دي في تعبير جميل جدا عن الفرحه. ايه رايك في اللحظه؟ اولا الشعب المصري شعب عاطفي جدا، وبالتالي هو لا يستطيع ان يعبر عن اي احتياجات سواء بالحزن او بالفرح الا من خلال الفطره الانسانيه الطبيعيه اللي معروف بها الشعب المصري، بخفه دمه بانتماءاته باختلافاته. هتلاقي دايما الفرحه او الضحكه او البسمه هي اللي بتميز الشعب المصري في كل حالاته، حتى في اكتر لحظات حزنه هتلاقيه بيعبر برضو بالسخريه وبالنكت عن هذه الحاله. فما بال الملحمه الوطنيه اللي بتحدث الان بفكره ان هناك مرحله انتظرها الكثير والكثير من الشعب المصري. فبالتالي احنا مش في مرحله انتخابات عاديه، لان لا يمكن المقارنه ما بين الانتخابات المصريه الرئاسيه على وجه الخصوص وما بين اي انتخابات داخل مصر او اي انتخابات في اي دوله ليه؟ اخرى. ليه بتعملي او بتقولي في فروقات؟ لان هو اصلا هي خارج نطاق المقارنه، مش مساله هناك أو تباين. ليه خارج ليه؟ طبعا تقصدي دي تحديدا طبعا الانتخابات الرئاسيه دي حاليا 2014 2014 دي خارج طبعا. لا ده اكيد. وهي الثانيه كانت خارج برضه الحقيقه. يعني الفكره ان هناك اولا ثوره 25 يناير وثوره 30 يونيو لما جاءت معبرة عن أمال وطموحات الشعب المصري، كانت تريد أن تكون هناك انتخابات حقيقية ديمقراطية تعبر عن إرادة جموع الشعب المصري ككل. فبالتالي عندما تتجسد هذه الملحمة على أرض الواقع، أولا هي ما بين حالة الإيحاء بأن هذا حقيقة وأن احنا يعني وصلنا لمرحلة أن احنا نتلمس هذه الحقيقة فعلا وبنعيش هذه اللحظة. بجد حصل ده بجد وصلنا فعلا لانتخابات يعني رئاسية ما بين اتنين مرشحين أكيد وطنيين ورايحين، يعني هي حالة لطيفة حالة رائعة. الحاجة الأهم أن مسألة الانتخابات الرئاسية 2014 هي لا تعبر عن مسألة اختيار رئيس، هي تعبر عن مستقبل مصر. فبالتالي هناك فرق كبير جدا ما بين أي انتخابات في العالم تعبر عن اتجاه أيديولوجي أو اتجاه لأشخاص معينين أو حتى اتجاه سياسي معين. نحن لا نتحدث في هذه المرحلة أو في هذا اليوم تحديدا عن فكرة من سيكسب لأنه شخص أو لأنه حزب أو لأنه فكرة. نحن نتحدث عن رمز يسعى إليه الشعب المصري بالكامل لكي يؤسس حياة ديمقراطية سليمة جديدة على مصر هذا في المقام الأول من أي. إذا نحن نعلو حصل. يبقى باختصار نحن نعلو فوق مستوى الأشخاص إلى مستوى الوطن ككل. نحن نعبر عن الشعب المصري الوطنية أو ارتباطه بأرض وطنه بالفعل. دكتورة لو رصدنا برضو لازلنا يعني خلينا في الإعلام وتأثير الإعلام على سير العملية الانتخابية النهاردة تحديدا، هل بالفعل مجرد هو بينقل الحدث فقط ويطلعنا عليه أو ممكن يكون عامل مؤثر ويشحذ في همم البعض اللي ممكن يكون كسلان ينزل أو إن هو رافض أو ما عندوش رغبة للمشاركة، هل ممكن يحث ويبقى عنده النهاردة كان اللحظة دي؟ لو حددنا كده بعض المحاور الأساسية في دور الإعلام، هنقول أولا هو بس الطمأنينة والابتعاد عن الخوف من عدم وجود مثلا الاستقرار الأمني، فبالتالي ده بيؤدي إلى نوع من زيادة الهمة في النزول وعدم وجود أي مخاوف أو ذعر من التواجد داخل الشارع المصري في أي منطقة من المناطق، لأن الإعلام بيسعى إلى عملية التغطية الإعلامية وبالتالي إلى عملية بس الأمن والطمأنينة والتدعيم الوجود الأمني على أرض الشارع في كافة محافظات ومناطق مصر. ثانيا الإعلام بيقوم بأهم فكرة وهي فكرة التوعية المجتمعية والإعلامية لكل المواطنين، إنه يسعى في كل لحظة لأن ينزل بالمستوى الإعلامي إلى كل عقل مصري من الكبار للصغار للمثقفين للسياسيين للأطفال لكل فئات العمرية وكل الفئات الثقافية. مسألة التنويهات والإصدارات التي يقوم بها الإعلام في كل مرحلة سواء المرئي أو المقروء أو المسموع، فهو يسعى في هذه المرحلة إلى توضيح البرنامج الانتخابي لكل مرشح. وبالتالي الفكرة الأساسية ليست من نختار، ولكن الفكرة هي أن يكون هناك قيمة للصوت الانتخابي الحقيقي داخل الصناديق الانتخابية. ومرحلة التوعية الإعلامية التي يقوم بها الإعلام المصري والتي يشهد بها الإعلام العربي والإعلام العالمي في هذه المرحلة بتجعل الإعلام المصري متفوقا على نفسه. لماذا؟ لأننا عندما تكون كإعلام
داخل الصورة فأنت طرف من أطراف القضية، تثبت إيجابيتك وتثبت سلبيتك عندما تكون متناولا للموضوعية الإيجابية لتغطية كافة النواحي الموجودة في العملية الانتخابية. عندما تكون خارج الصورة مثل الإعلام العربي والإعلام العالمي، أنت ربما يكون الموضوع أقل بكثير من الناحية الإيجابية والسلبية، ربما يكون أقل في الوطأة أو في الخفة والتوتر من الناحية الإعلامية الاحترافية. هذا يعني أن الإعلام المصري سواء الحكومي أو الخاص يقوم بعملية انتماء قومي، يقوم بعملية وطنية أكثر منها عملية إعلامية، وعندما تنقل عنه وسائل الإعلام العربية والعالمية فهذا يثبت موطن التفوق الحقيقي للإعلام المصري وصدقه وصدقه صدقه بالفعل وموضوعيته. طيب المحور الأخير في الإعلام المصري أنه يقوم في هذه المرحلة بتدعيم فكرة ثورة الشعب المصري بعيدا عن كل ما يمكن أن يقال احنا عن هذا لسه هناك التواجد. يقال النوعية دي من الحوارات حتى لو لا تواجد، زال يعني. حتى طيب لو تواجد، رصدتي، هل لحقتي ترصدي النهارده رد فعل وكالات الأنباء العالمية والإعلام الغربي بشكل عام عن ما حدث النهارده في مصر؟ أولا كان في ردود فعل إيجابية رائعة من وكالات الأنباء العالمية عن الدعوة الحقيقية من المفتي الديار المصرية لنزول الانتخابات. وعندما تكون من رمز ديني هذا يعني الكثير للمواطن المصري. فكرة أن هناك الابتعاد عن منابر الدعوة التي تحرم النزول الانتخابات والدعوة الوطنية لكي يكون هناك صوت حقيقي والإدلاء بالصوت، ومسألة الوطنية وتدعيم الانتماء عندما تأتي من رمز من رموز الوطن، فإن هذا يعني أننا في مرحلة فكرية حقيقية وطنية عندما ترصدها وكالات الأنباء العالمية، بالإضافة إلى بعض المنظمات حقوق الإنسان والمنظمات العالمية عندما ترصد ذلك بجانب الاطمئنان والفرحة والبهجة وعدم وجود أي تلافي أمني من أي نوع من الأنواع. فكرة أن هناك لو حدث صغير في أي بلد من بلاد العالم يكون عليه الكثير من الاستفهام وعلامات الغضب وعلامات الدفاع والهجوم وما إلى ذلك، لكن عندما تصل إلى مصر، أنت تصل إلى بلد الأمن والأمان، أنت تصل إلى مرحلة من الوعي والثقافة ترصدها كل وكالات الأنباء العالمية. عندما تكون هناك أولا بعيدا عن طريقة الرصد في حد ذاتها، عندما تكون مصر في هذا اليوم وكما رأينا على كل الشاشات وكما سمعنا من كل الإذاعات وكما تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي، عندما تكون أولا مصر في بؤرة الاهتمام العالمي، ماذا يعني هذا للعالم كله؟ هذا يعني أن مصر حقيقة هي موطن التفوق الحضاري للرأي العام العالمي كله، وأنه إذا كان هناك في بعض الأحوال مثل أي مجتمع بشري هناك له أخطاء، هناك بعض عدم التوازن، عدم الموضوعية، الميل إلى جانب على حساب جانب آخر، كل هذا وارد، لكن فكرة أن يكون الإعلام العالمي متابعا لما يحدث على أرض مصر ومتابعا من خلال ماذا؟ من خلال الإعلام المصري، من خلال ناقل عن بالفعل ومدرك لشفافيته وصدقه، يعني هو لو كان عنده نسبة طبعا الشك فبالتالي أكيد ما كانش هيبقى هو طبعا ده تصرف. وفكرة التعاون خليني كمان. هتوقف مع حضرتك للحظات، والحقيقة هروح لأغنية هي حركت مشاعر الفرحة عند المصريين بقالها يمكن أسبوع، وهي طبعا تحية لفريق عمل هذا أو هذه الأغنية، حسين الجسمي وعمرو مصطفى وأيضا أيمن بهجت قمر، وثلاثية نقول ضاربة وبشرة خير، وإن شاء الله تكون بشرة خير إن احنا نتجاوز بقى أي مراحل انتقالية، خلاص بقى عايزين نروح للمرحلة والمنطقة الثابتة ومستقبلنا في المرحلة القادمة. نقف مع بشرة خير وبعدين هنرجع نكمل. اكتب بكرة بشروطة دي بشرة خير، قوم نادي على الصعيدي وناخد البورسعيدي والشباب الاسكندراني لما نيجي من تجار، وانا هاجي مع السوهاجي والقناوي والسيناوي والمحله واللي ميا ميا والنوبه الجمال، ما نخشش السواسه الدنيا هايصه كده كده، والاسماء علاويه يا مكان العدا، كلمني على الشرق واحنا ويا بعض اقوى، واحنا ويا بعض اقوى واملنا كبير. قوم نادي على الصعيدي وناخد البورسعيدي والشباب الاسكندراني لما نيجي من تجار، وانا هاجي مع السوهاجي والقناوي والسيناوي والمحله
عودة مع حضراتكم مرة أخرى وبرنامج كل يوم وحديثنا ورصدنا لأحداث أول يوم انتخابي في انتخابات رئاسة الجمهورية. وسعدنا يكون معنا دكتورة أسماء جيوشي أستاذ بكلية إعلام جامعة المنصورة. والحقيقة في الدقائق المتبقية عايزة أسأل حضرتك عن رصدك أيضا للحالة الأمنية وكيف تم تأمين اللجان، والنهاردة عملوا حرم كمان للمقار على بعد 200 متر من أي لجنة. على فكرة أكتر حاجة كانت مطمنة المصريين وهم كانوا بيشوفوا مبارح عملية إجراءات وإنشاء الحرم ده، لأن ده معناه إن إحنا يعني وصلنا إلى فكرة إن هناك فعلا عملية حرم للانتخاب، ده في حد ذاته قدسية الانتخاب. يعني عارفة الفكرة الذهنية المرتبطة دائما بفكرة أن هناك شيء مهم، هناك شيء لابد أن يكون هناك له طريقة أمنية معينة، والأفكار الأمنية المتجددة دي معناها تطور الفكر. طبعا مهم جدا، وكمان ده بيدي إيحاء لأن في فعلا على بعد 200 متر دول هتلاقي في طوابير انتخابية، وده اللي حصل فعلا. يعني احنا كنا متوقعين ده، لكن احنا لقينا عدد الكثافه في المشاركه اعلى بكتير جدا. فتواجد الحرم الامني ده طبعا ادى اولا مساحه كبيره جدا علشان نقدر الطوابير الانتخابيه انها تكون واقفه فيها وفي امان وحاسه بمنتهى الطمانينه. فكره كمان عدم وجود شنط مع المواطنين، وفكره التواجد الامني المكثف من كافه بقى الفرق الامنيه سواء الامن المركزي او فرق سريعه الانتشار او القوات الحمايه المدنيه او قوات الدفاع المدني، كل ده معناه ان هناك ملحمه وطنيه حقيقية. أكثر ما يمكن أن يكون روعة في هذا المشهد هو التعاون الأمني ما بين المواطن المصري حتى البسيط منه وكبار السن وما بين قوات المسلحة على كافة مستوياتها، ومساعدة بعض أفراد قوات المسلحة والأمن المركزي لبعض الناخبين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة أو من ذوي الحالات المرضية لعملية زيادة الوعي ولزيادة سهولة العملية الانتخابية. وده معناه أن إحنا في الحالة دي التواجد الأمني المتلاحم ما بين التواجد والتكثيف الأمني الذي لاحظناه على كافة المستويات، وأيضا كان للإعلام دور كبير جدا في هذا الدور. بقى المهم فكرة أنه التهديدات اللي تعرض لها المصريين من بعض الجماعات الإرهابية بتخويفهم من نزول هذا اليوم وغدا أيضا، وفكرة مساهمة الإعلام في نشر بث الطمأنينة عن طريق الرسائل اللي وجهتها القوات المسلحة وقوات الشرطة بالزبط. المدنية في انهم موجودين في الشارع، انزلوا ما تخافوش، دي كانت شؤون معنوية عاملة كانت عاملة فعلا يعني تنويهات اعلامية معينة بالظبط، وقدرت ان هي بس فعلا روح المشاركة والطمأنينة داخل المواطن المصري، مش بس كمان من خلال الرسائل دي، من خلال نشر الاعداد ونشر التواجد والتكثيف الامني ووجود التنسيق والصور اللي كانت موجودة، بعض الفيديوهات الصغيرة عن التحركات الامنية والتواجد الامني الموجود وطريقة الاستعدادات الامنية اللي كانت مترقب صدورها، والنهاردة لمسناها بشدة على كل المحافظات. فكرة أيضا التوزيع الأمني المتكامل على كافة محافظات مصر، وبالتالي ده معناها أن احنا حتى البؤر اللي ممكن يكون فيها نوع من عدم التوازن الأمني أو الاختلال ما بين مثلا الطبيعة الجغرافية أو الطبيعة الأمنية المتواجدة في هذه المنطقة، القوات المسلحة المصرية وقوات الشرطة المدنية أثبتت أنها تستطيع وبكل كفاءة وبكل صدق أن تحتوي كل هذه المخاوف وأن تنشر بالفعل الطمأنينة والأمن، لأن حقيقة هم جزء من المواطن المصري، هم جزء من الشارع المصري، وبالتالي هم أدرى بالفعل من أن هم يكونوا بعيد تماما عن فكرة أنهم جزء المخاوف أو جزء حتى التردد أو القلق. ولما يكون الحلم كبير لازم كل خوف وكل تردد يبعد بعيد، لأن مصر حلمها مع أولادها وكنزها الحقيقي مع كل جزء من نبض المصريين. لما نقول انتخابات احنا بنتكلم عن تعاون ما بين الشرطة والجيش والشعب، فبالتالي فكرة أن هناك طرف آخر أيا كان يستطيع أن يتخلل هذه المنظومة غير وارد. أيضا أن الشعب المصري ربما يخضع في بعض الأوقات إلى فكرة التذبذب أو عدم الاختيار أو القلق أو الحرية والديمقراطية، السند الأساسي لها هو الأمن والأمان. فبالتالي عندما يكون يعني على أرقى مستويات الإعلام، عندما يصل بالمواطن المصري أنه أنت لديك الحرية التي تكفلها لك المنظومة الأمنية ككل لكي تنزل إلى مقر الانتخابية وتدلي بصوتك، ده معناه أيا كان هذا الصوت، لكن التكافل ده في حد ذاته معناه أن الإعلام استطاع أن يصل إلى قلب المواطن، استطاع أن يتغلغل داخل عقله بأنه ليست لديك أي
حجة أو أي قلق من أنك لن تجد أي طريق آمن أنت وعائلتك، لأن الفكرة الأساسية هي أننا نستطيع في هذه المرحلة ليس فقط من خلال الإعلام أن تصل بصوتك، والحقيقة لا، تصل بعائلتك. خلينا نعترف أنه كلا المرشحين الموجودين أقروا بأهمية وجود الإعلام كأحد الروافد المساعدة لكلاهما أكيد. في حال فوز أي منهما في الفترة القادمة. طبعا يعني ده إقرار وثابت في كل لقاءاتهم أن الإعلام ده هيبقى أحد أهم مساعدات التقدم لغد. الإعلام في المرحلة اللي احنا فيها هو أهم أداة لتشكيل الرأي العام والوعي النفسي والعقلي لدى المواطن المصري. عندما إذا استخدم بشكل صحيح إيجابية. لأنه أكيد. أو استخدم مصلحة الوطن وليس مصلحة أشخاص. وهنا في دور مهم جدا للإعلام في المرحلة دي، هي ضرورة مواجهة التجنيد الفكري الإعلامي من أي روافد إعلامية مغرضة حتى نستطيع أن نصل بالمواطن المصري إلى منظومة إعلامية حقيقية تشكل رأيه ولا تشوش تفكيره. أستاذ إعلام في دقيقة، وانت عارفة حضرتك يعني الوقت ضيق، عايزة أعرف رأيك في موضوع مهم جدا، في مدى حيادية القنوات الخاصة أو موضوعيتها في طرح برامج مرشحين أو انتمائها لأحد من المرشحين، وتلفزيون تلفزيون مصر، تلفزيون الرسمي للدولة، التلفزيون هل يجب عليه الحيادية أيضا أم لا يلزم أي من القطاع الخاص والقطاع العام الحيادية؟ الحيادية هي نوع من الجنة الأفلاطونية لا يستطيع أي إعلامي في فترة فارقة في حياة الأمة أن يصل إليها، لكن هناك مبادئ مهنية تسمى الموضوعية ملزم بها التلفزيون الرسمي والتلفزيون الخاص. التلفزيون الخاص لديه سياساته التحريرية فليلتزم بها دون تجاوز. التلفزيون الرسمي لديه موضوعياته ولديه إمكانياته التي تستطيع أن تدعم فكره، ولأنه لا يتحكم به رأس المال ولا يتحكم به في هذه المرحلة أي نوع من التوجيه الحكومي، فبالتالي هو لديه الفرصة الأكبر والمساحة الأعلى من هامش الحرية لكي يعبر عن آراء كل المصريين. مطلوب من كلا الطرفين أن يكون كثير الموضوعية وأيضا كثير المعلومات. الخبر دائما له قدسيته، والرأي يحتمل الرأي والرأي الآخر. كن متوازنا ليس على حساب الحقيقة، قدم وجهة نظرك ولكن دون تجريح في أي طرف من الأطراف. لكن القطاع الخاص مسموح له أو قنوات القطاع الخاص دون مسموح تجريح له أن هو ينحاز تبع أحد المرشحين ويعلن عن هذا بمنتهى الوضوح، أما التلفزيون الرسمي فليس من حقه هذا، عليه أن يقدم بموضوعية ويطرح كل الموضوعات لأنه يمتلكه الشعب ولا يمتلكه أي طرف آخر. التلفزيون أيضا الخاص ليس من حقه الانحياز التام بلا أي مبررات موضوعية، وأيضا هو حر، مراس المال حر في أنه بدون التجاوز، لكن بدون التجاوز بدون التجاوز في أي أطراف أخرى يعني. ولكن أيضا لابد أن يكون له طرف إيجابي في المرحلة الحالية من خلال عرض أيضا بعض الطرف الآخر لكي يكون هناك مساحة أكبر لدى المواطن المصري لكي يبلغ. شوفي إحنا يساعدنا وإحنا هنا في التلفزيون الرسمي أكيد. إن إحنا يكون انحيازنا الأول للمواطن المصري. المصري، وده اللي يجب أن نعمل عليه إن شاء الله إحنا كمان في الفترات القادمة. أنا بشكر حضرتك جدا، نورتينا وأمتعتينا بآرائك وحوارك النهار دكتورة أسماء، وإن شاء الله نلتقي على فرح وعلى خير أكيد. ومستقبل باهر لمصر ومصري إن شاء الله. شكرا لحضرتك. حلم المصر إن شاء الله هيتحقق، وهتبقى مصر كلها دايما في أفراح، وبإذن الله هتبقى في دايما في آراء أحسن وأحسن، ودايما تلفزيون مصر ملك المواطن المصري وبيعبر عن آراء وأحلام إن شاء الله. والنهاردة خلص، لكن لسه في بكرة، اللي منزلش يلحق ينزل، واللي عارف حد منزلش يقول له يلا وياخده من إيده وينزل. كلنا لازم نروح ندلي بصوتنا، هتختاروا مين مش مهم، بس لازم تروحوا وتمارسوا صوتك أمانة، حطه في الورقة علشان تقول أنا شاركت في صنع مستقبل مصر، ومالكش بقى أنك تقول ينفع وما ينفعش وتقول رأيي لو ما شاركتش برأيك في انتخابات الرئاسة. بشكركم جداً.